ماما خليكي مع أكشاي، نحن ما معنا وقت. أنا رايحة أدور على أكشا. ماشي. العنوان ديشا، ليش ما عم ترد ديشا؟ طيب أنا رح خبر الشرطة، حتى كبير ما عم يرد، ما رح ضيع الوقت. ايه أرجوك. ايه ديشا، أنا تفقدت الطرقات والمعابر بالقسم 18، وفوق هيك سألت عنا بكل المحلات بس ما حدا شافها أبدا. أنا عم دور بالقسم 42. أهلا وسهلا أبرجيتا، نورتي مستودع فيغاس. آشا باقي بس 10 دقايق، أنا لازم لاقي آشا بهالوقت. آشا آشا، افتحي الباب، انتي عم تسمعيني؟ آشا آشا عم تلعب لعبة، وهلا أمها كمان رح تلعب لعبة تانية. أنا رح خلي التنتين يتعذبوا هلا لنشوف. أكيد الأم رح تخاطر بحياتها لتنقذ بنتها. رح أنبسط بالفرجة ورح أستمتع. آشا آشا، كتير حلو أبرجيتا. آشا شو بدي أعمل؟ ما رح استسلم، لازم ضل قوية.
بشو حاسة هلأ برجيتا؟ أنا متأكدة إنك مستمتعة كتير بهالمغامرة كرمال تنقذي بنتك. مهيني! مهيني! أنا هون مهيني! بترجاكي اتركي بنتي بحالة! رح أعمل أي شي بتطلبي! إذا بدك امشي على الجمر بمشي، بس اتركي بنتي بحالة مهيني! ماما أشا، الجولة الثانية من المسابقة رح تبلش بعد 8 دقايق بس. أنتي بتحبي المغامرات ما هيك أبرجيتا؟ بس ما ضل معك وقت كتير، ساعدي بنتك إذا بتقدري. يلا روحي. أمشي كده بسرعة. معقول تكوني خايفة أبرجيتا؟ ما رح تعرضي حياتك للخطر كرمال تنقذي حياة بنتك؟ أنا متأكدة إنه العنوان بأخبار بكرة رح يكون أم عظيمة تضحي بحياتها في سبيل إنقاذ ابنتها. مهيني! مهيني! بترجاكي! عم اترجاكي تتركي بنتي، مو هذا يلي بدك إياه؟ بكفي! لا تضوعي الوقت أبرجيتا. ساعدي بنتك وامشي على الجمر لشوف أو بنتك رح تموت. شو بدي أعمل؟ لازم لاقي طريقة.